الصحة تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتنفيذ الفعلي لحظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم يبدأ يوم غد السبت. لجنة وزارة التمكين تعلن عن استرداد ما يفوق ال 450 مليون دولار من إعادة أصول وأسهم مؤسسة النخل النهرية وإلغاء سجل عدد من منظمات النظام البائد. الموسم الشتوي لمحصول القمح يحقق إنتاجية عالية وغير مسبوقة هذا العام بولايات البلاد المختلفة. الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين بالجامعة العربية يطالب هيئات حقوق الإنسان الدولية بتدخلها الفوري لإلزام إسرائيل بعدم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في ظل انتشار وباء كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم إلى عرض أحداث اليوم من تلفزيون السودان كالمعتاد، نستهله بنشرة الأخبار المفصلة. مرحبا نازك بنعم. مرحبا سام. أكد الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة أن اللجنة تعمل من منطوق الوثيقة الدستورية لإزالة التمكين دون أي أهداف سياسية، معلنا عن استرداد ما يفوق ال 450 مليون دولار ضمن أعمال اللجنة خلال هذه الفترة. ونعمل وفق قانون اللجنة وبتعاون فعال مع لجان الإزالة في كافة الوزارات والمؤسسات وبكل الدقة والتمحيص من كل المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة وباستشارة من اللجنة القانونية لإزالة التمكين ووزارة العدل وكل اللجان القانونية والمستشارين القانونيين الموجودين في الوزارات والمؤسسات بتاعت الدولة. لجنة إزالة التمكين ليس من اختصاصها إطلاقا تعيين وسد أي فراغ، ذلك عمل الوزارة أو الجهة المعنية بالآليات القانونية المعروفة ولجنة الاختيار للخدمة المدنية. نطمئن الجميع، كل الشعب السوداني، بأننا نعمل في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا بتوافق تام وبكل الدقة وبكل الحكمة من أجل استرداد كل أموال وممتلكات وقدرات وإمكانيات الشعب السوداني لصالح دولة الشعب السوداني. من جانبه كشف عضو مجلس السيادة ولجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان أن اللجنة مستمرة في عملها التزاما ببرنامج الثورة ووفاء لدماء الشهداء بإزالة التمكين وإعادة جميع الأموال المنهوبة لصالح وزارة المالية. نحن سوف نستعيد هذه الأموال كافة ولن نترك مليما واحد، لأن هذه الأموال أموال الفقراء السودانيين، ونحن انتدبنا لهذه المهمة، ونحن فوضتنا هذه الثورة لهذه المهمة، ونحن لن نخون عهدنا مع الثورة ومع الثوار. هذه اللجنة التي المفترى عليها والتي تهاجم باستمرار هي لجنة نحن نعرف مركزيتها وأهميتها بالنسبة لعموم السودانيين الذين ينتظرون قراراتها الآن، لأن هذه اللجنة هي رمح الثورة ودرعها، وهي لجنة مع لجان أخرى تمثل المطلوبات الثلاثة التي خرج من أجلها السودانيين الذين خرجوا أولا من أجل السلام وسقوط صوت الطلغة والحرب، وثانيا من أجل تحسين الأداء الاقتصادي والمستوى الاقتصادي للسودانيين، وأنا بقول هذه اللجنة الثالثة وهي إزالة التمكين واسترداد أموال جميع السودانيين مرتبطة بصورة أساسية باللجنتين أو بالمطلبين الأوائل سواء كان السلام، لأن الحرب غامت بسبب هذه المظالم وبسبب احتكار غلة لا تتعدى 1% و2% على مقدرات الشعب السوداني. وأكد صلاح منا عضو لجنة إزالة التمكين أن اللجنة توصلت لجملة من القرارات من بينها استرداد ما يفوق 450 مليون دولار مع إعادة أصول وأسهم مؤسسة النقل النهري وتوجيه تهم لعدد من قيادة النظام البائد. استرداد أسهم شركة عارفة الاستثمارية في شركة النيل للنقل النهري والبالغ عددها 125 ألف سهم،
والمسجلة باسم شركة المجموعة الدولية للتجارة والاستثمار لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثانيا، استرداد أسهم الشركة السودانية للنقل النهري في شركة النيل شركة النيل للنقل النهري والبالغ عددها 50,000 سهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ثالثا، استرداد أسهم شركة عارف الاستثمارية في شركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 6,827 سهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. رابعا، استرداد أسهم شركة رابطة الخليج والكويت القابضة في الشركة السودانية للنقل النهري والبالغ عددها 10,133 سهم لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. خامسا، استرداد القطعة رقم 8/1 مربع 60 ربك والبالغ مساحتها 32,000 متر مربع والمسجلة باسم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. سادسا، استرداد القطعة رقم 3/4 مربع 40 السوق ربك والبالغ مساحتها 44,000 متر مربع والمسجلة باسم الشركة السودانية للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. سابعا، استرداد القطعة رقم 55 مربع 12 الشجرة الخرطوم والبالغ مساحتها 20,000 متر والمسجلة باسم شركة النيل للنقل النهري لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. أكد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك أن السودان يقدر الدور الإيجابي للصين في تعزيز التعاون الدولي لاحتواء فيروس كورونا. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ، وجدد حمدوك تقديره للصين على وقوفها مع السودان مشيدا بتعاون البلدين وتبادل الخبرات في الوقاية من المرض. من جانبه، أكد الرئيس الصيني أن الصين مستعدة لمساعدة السودان وتقديم الدعم له في إطار الجهود الرامية إلى احتواء المرض، مشيرا إلى أن الصين والسودان يتمتعان بعلاقات قوية. أكد وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين أحمد أنه تمت إجازة الهيكل الراتبي الجديد وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العامة. وبموجب الهيكل الراتبي تمت زيادة الأجور في الخدمة المدنية بنسبة بلغت أكثر من 500% بما يعادل 7 أضعاف. وقال وزير التربية والتعليم أن هذا القرار سيستفيد منه المعلمون، حيث سيصل راتب المعلم في مدخل الخدمة إلى أكثر من 19,000، مشيرا إلى أن مدخل الخدمة للمعلمين الدرجة 8 وليست 9. عيد بأنه الفرصة زي ما قلت عشان أهنيكم وأهني بصفة خاصة كل المعلمين في هذا الوطن الحبيب. ونحن منذ فترة كنا في مجلس الوزراء عندما نناقش قضايا الميزانية، كنا بنصر على أنه وضع المعلم لازم يتحسن، مش ماديا وبس ولكن مهنيا واجتماعيا بصورة واضحة وملموسة، لأنه أصبحت مهنة المعلم كما نعرف جميعا مهنة طاردة، والمستقبل البلد مرهون بالتعليم. ونحن الحكومة ملتزمة بالعمل بجدية لتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع، اللي بيقول أنه على الدولة أن توفر تعليم جيد ومجاني ومنصف وشامل للجميع. لا زلنا في حقل التعليم، حيث أكد مدير المركز القومي للمناهج دكتور عمر الجراي أن طباعة الكتاب ستتم بتنسيق تام بين وزارة المالية والتربية والتعليم، ونوه إلى الالتزام المالية بدفع كل الاستحقاقات واختيار مطابع السودان للعملة لتنفيذ هذا المشروع بحكم اختصاصها واعتبارها مؤسسة ذات أسهم حكومية بين المالية وبنك السودان. وانتقد في منبر وكالة السودان للأنباء أمس كيفية طباعة الكتاب خلال فترة الحكم السابق، ونوه إلى أنها غير ذات جودة ورديئة المضمون وسيئة الخطوط، بجانب أنها كانت تطبع بواسطة تجار همهم الربح والكسب. وأوضح أنه ستتم طباعة 53 مليون كتاب مدرسي، منوها لوجود 10 ملايين طالب. وأكد اختصار مواد المناهج التي ستتم طباعتها ووصف المنهج الجديد بأنه تفاعلي بين الطالب والمعلم.
أعلن وزير الصحة دكتور أكرم علي توم عن ظهور حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة أخرى مع تزايد عدد الحالات المشتبه بها في انتظار الفحص المعملي. وأكد توم أهمية تنفيذ الحظر الشامل للحد من جائحة كورونا. الليلة بالنسبة لنا في عدد إضافي بتاع حالات، لكن على الأقل في حالة واحدة مؤكدة، لكن الأرقام ما زالت تتوالى، وبالتالي أنا ما داير أقول إنه في عدد أكبر، لكن قاعدين نبحث في إنه الأرقام اللي جاتنا من ولاية الخرطوم دي هي عبارة عن أرقام لكم عدد من الإصابات الجديدة المؤكدة. نمرة واحد. نمرة اثنين، إنه في على الأقل في حالة بتاعت وفاة واحدة حتى هذه اللحظة حوالي الساعة 8 بالليل الليلة يوم الجمعة 17 أبريل 2020. في ما بين 300 و400 حالة اشتباه موجودة. حالات الاشتباه دي هم الناس اللي نحن بنفتكر إما مخالطوا زول مصاب وإلا أو شكوا من أعراض، لكن لسه نتيجة المعمل والفحص المعملي التأكيدي لسه ما طلعت. ده بنسميهم حالة اشتباه. لما نتأكد إنه هم ما مشتبهين يمشوا بيوتهم وبنتابعهم بعد ذاك بالتلفون. لما نتأكد إنه هم عندهم فعلا مصابين بالفيروس ده بنحولهم لعنابر العزل. الحمد لله بلغنا برضو زملائنا المهندسين انه الشيء اللي تم الاتفاق عليه مع جهاز المخابرات بتاع تحديد مستشفى يونيفرسال في كوبر في الخرطوم ولاية الخرطوم، وايضا في مستشفى تاني عايزين نشتغل عليه في منطقة غرب النيل، دير حيكونوا ان شاء الله جاهزين قريب عشان احنا نقدر يكون عندنا 3 مستشفيات محددة للكورونا والمرافق الصحية الثانية بتاعتنا، كوادر الصحية المرضى بتاعنا والمرافقين والعاملين فيها كلهم ما يصابوا بهذا المرض، ونقدر نحنا نحول المرضى طوالي من بر الشارع لهذه المستشفيات 3 ويتلقوا فيها علاج مركز ومحدد. أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن لجنة الطوارئ عقدت اجتماعها الدوري اليوم واطلعت على الموقف الصحي بالبلاد وترتيبات تنفيذ الحظر الشامل على مستوى ولاية الخرطوم. وشدد فيصل على أهمية التزام جميع المساجد بقرار اللجنة بعدم إقامة الصلاة بالمساجد ورفع الأذان، فقط مؤكدا أنه ليس للجنة أي غرض سوى مكافحة جائحة كورونا. الإجراءات بتاع التأمين وصول المواد الغذائية إلى البقالات المختلفة في الأحياء وكذا تعمل على مدار الساعة، وهناك إجراءات كثيرة اتخذت حتى لا يضطر الناس أن يخرج من إطار الأحياء، تكون كل الأشياء موجودة في الأحياء. في أحياء كثيرة جدا في تعاون وثيق جدا مع لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة، هي التي تشرف على تنظيم كل شيء بما في ذلك حتى تنظيم توزيع الخبز والغاز وغيره. والأحياء اللي ما تحركت فيها لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات نتمنى إن هم يتحركوا ويعملوا مع السلطات يدا بيد، لأنه نفتكر إن احنا التنظيم من داخل المجتمع نفسه بنعول عليه إنه هو يلعب دور كبير في هذا المجال. بالنسبة للبنوك تلقينا من السيد محافظ بنك السودان اللي كان موجود معنا في الاجتماع بأنه البنوك أول حاجة ماكينات الصرف الآلي ستزود باستمرار بمبالغ تكفي لحاجة الناس في كل المناطق العاصمة، ستكون ماكينات الصرف الآلي بتعمل. أيضا نقاط البيع سيلز بوينت في البقالات والسوبر ماركت وكده اللي بيشتغلوا بين نقاط البيع، الكروت بتاعت البنوك بتكون تأكدوا من إنها تعمل وإنه الشبكة بتعمل بشكل جيد حتى إنه الناس يستطيعوا إنه يشتروا كما ذكرت مستلزماتهم. بالنسبة للبنوك، البنوك ستعمل لمدة 2 ساعة في اليوم من 10:00 إلى 10:50 صباحا، والغرض الأساسي تسهيل العمل التجاري بتاع الصادر والوارد وغيره اللي دي بتحتاج إنه المصارف تكون في العاصمة شغالة. من جانبه أكد والي الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي أن حكومة الولاية أكملت كافة الترتيبات لتنفيذ الحظر الشامل ووضع الإجراءات اللازمة بإغلاق الكباري وعدم التساهل في تنفيذ الحظر. حيكون في إغلاق يسمح فقط للحالات المعروفة المحددة اللي هي سواء 24 ساعة دي محددة ومعروفة، وفي جهات معروفة. وفي داء احنا طبعا تحدث الاجتماع فعلا عن مسألة النافذة الموحدة، ودي ضبط فعلا لمسألة التصاريح اللي بقت سايبة، وده لمنع التصاريح الشخصية. احنا قلنا الناس تلتزم بمؤسساتها، تلتزم بالجهات المعروفة لتحديد من هي
الجهات المفترض تمنح استثناءات. وايضا الاجتماع ايضا عالج ايضا بعض الالتزامات السابقه في اجراءات كان لترحيل حالات استثنائيه عندها تصاريح، يعني بالذات بالنسبه للطلاب الخلاوي التزام في اسماء معروفه ومحدده وجهات ماشي لوين، ودي ممكن يسمح لها. ايضا هذا الاجتماع اكد فعلا ان احنا بالنسبه لنا يعني في الولايه انه احنا فعلا حنقوم بتنفيذ كافه هذه الالتزامات. غدا السبت يبدا التنفيذ الفعلي لحظر التجوال الكامل بولايه الخرطوم ولمده 3 أسابيع ضمن حزمه من الاجراءات الاحترازيه لمجابهه جائحه كورونا. ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد، قضت بفرض حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم اعتبارا من يوم غد السبت ولمدة 3 أسابيع، ويشمل الحظر كل وسائل النقل وقفل الكباري النيلية، وتركت الباب مفتوحا للولايات اتخاذ التدابير حسب الوضع الصحي. رسالة تطمينية بعثت بها الحكومة للمواطنين أكدت فيها توفير 11 سلعة أساسية بأسعار تقل عن أسعار السوق ما بين 30% إلى 40% حسب السلع عقب تدشين حملة سلعة من المنتجين الأساسيين الذين وافقوا على الدخول في الحملة والتمويل. كل تلك الجهود تبذلها الحكومة مع الشركاء للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة، حيث حددت الحكومة ساعات للتسوق تبدأ من الساعة 6 صباحا إلى 1 ظهرا حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم. وبالنظر للتدابير الاحترازية واتباع الإجراءات الصحية التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية تجيء لأخذ الحيطة والحذر من انتشار جائحة كورونا باتباع كل أشكال الوقاية لمكافحة الفيروس الذي أرق العالم وفتك به، ولمنع انتشاره المجتمعي لسلامة المواطن والوطن. شاركت قطاعات واسعة من الأحزاب السياسية وتجمع المهندسين الزراعيين بولاية النيل الأزرق في انطلاقة الحملة التوعوية الكبرى لتصدي لجائحة كورونا التي استهدفت مدينتي الدمازين والرصيرس والمؤسسات الحكومية. وأمن الجميع على ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية للمحافظة على صحة مواطن الولاية. بادرة تعزز الاستقرار الصحي وسط مكونات المجتمع من خلال مبادرة التصدي لجائحة كورونا التي تنادت لها قطاعات واسعة من حزب الأمة القومي وتجمع المهندسين الزراعيين بولاية النيل الأزرق. سيكون الحملة تسغيفية في الأساس الأول بمخاطر الكورونا ومخاطر وتنفيذ توجيهات وزارة الصحة الاتحادية والولائية فيما يتعلق بالبقاء في المنازل والابتعاد الاجتماعي ونظافة الأيدي باستمرار واستعمال المعقمات والمكيفات. كولاية حدودية مطالبين مننا نلتزم بالإرشادات الطبية والصحية، بحيث ان احنا ولاية حدودية فيها اكثر من دولة، نقدمها بالناشط المواطنين انها تلتزم بالضوابط الصحية والضوابط الطبية في انها تلتزم المنزل وتستعمل الصابون وتستخدم المطهرات، بالإضافة إلى كمامة. ضروري جدا الناس تتخلي التجمعات وتخلي السلام على اليدين. فيما بعث آخرون بجملة من الرسائل التوعوية والتثقيفية لعموم الفائدة. مهندسين زراعيين نعمل الشير بيناتنا، استقطعنا من المرتبات بتاعاتنا على كل مهندس زراعي، فرضنا عليه مبلغ معين، اتضافرت جهودنا في بعض المنظمات يعني ساعدتنا. استهدفنا في مبادرتنا دي المؤسسات الحكومية، بحيث ان الموظف اللي موجود في المؤسسة الحكومية هو يعني اكثر عرضة لانه يتلقى الاصابة، لانه هو الموجود على اساس انه يقدم الخدمة فبتمر به كثير من الناس بمروا به. رسالتنا للمواطنين انهم يلتزموا بالارشادات الصحية المقدمة من وزارة الصحة او المقدمة من الكادر الصحي عشان نعبر كلنا مع بعض بوطننا لبر الأمان. الالتزام بالاشتراطات الصحية ضمان لصحتك وصحة بلدك. تجاوب مع رداءات الوطن خاصة قضايا الصحة
مؤشرات لخلق مناخ صحي معافى. عصام طه، تلفزيون السودان، ولاية النيل الأزرق. ناشد ذوالي غرب دارفور المكلف اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله آدم مجتمعات النازحين بالعودة إلى مناطقهم تفادي الانتشار جائحة كورونا. وقال الوالي خلال جولته للمناطق والقرى والدمور المهجورة التابعة لوحدة عيش برة الإدارية إن الازدحام بمراكز الإيواء يشكل خطورة كبيرة في تفشي المرض، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة في جميع أنحاء الولاية. وأشار إلى تعزيزات وضعتها حكومة الولاية لضمان الاستقرار وتهيئة الأوضاع الصحية وإنشاء مراكز للعزل بالمناطق النائية. وأبان الوالي أهمية مضاعفة الإنتاج والمساهمة في أعمال التنمية بالولاية. فنحن بنفتكر انه عندنا واجب اتجاه اهلنا في هذه الولايه، اتجاه اهلنا في مراكز النازحين، في مراكز الايواء، في المؤسسات الان موجودين فيها. هؤلاء الاخوان يمكن بعد ما اخواننا في كريندينغ رجعوا ارتبطت يعني وجودهم او ارتبط وجودهم بالامن الذي يعني ينشدونه والذي يتحدثون عنه كثير. فلذلك كانوا امبارح في اسونغا والليله جينا كوكر، والان بعد ما جينا من مولي في هذه الارض المباركه الان نحن بنشاهد في هذا المشهد. واخذنا ودينا مع اهلنا سكان هذه المحطه او هذه القريه في انه كيف يعني يحصل التامين، وكيف على المدى البعيد هم بينشدوا الاستقرار وبينشدوا التعليم وبينشدوا حتى الصحه. ونحن بنفتكر انه دي كلها حقوق مشروعه، وبنفتكر انه دي كلها بتساعدنا نحن في اخلاء ما تبقى من الاخوان الموجودين في المؤسسات وفي المراكز حتى انه يكونوا موجودين في مواقعهم بعيدين من مناطق الازدحام. فلذلك الزياره استهدفنا منها كيفية مقابلة وجود الإخوان المكتظين في مواقع الإيواء، أن يكونوا في مواقعهم أصلا أتوا منها نتيجة للنزاع السابق، ويمكن لقينا منهم الاستحسان ولقينا منهم الاتحاد ولقينا منهم المشاركة بالرؤى. تقود تنسيقية لجان المقاومة والخدمة بولاية القضارف والمبادرة القومية لدرء الوبائيات بالتعاون مع جامعة القضارف عددا من المبادرات المجتمعية لمنع دخول فيروس كورونا، وذلك بتعقيم ورش أسواق ولاية القضارف بالإضافة لتصنيع وتوزيع المعقمات للمواطنين مجانا. المبادرة التي قادتها اللجنة الصحية بتنسيقية لجان المقاومة المركزية بالقضارف للتصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع ديوان الزكاة هدفت لتوفير المعقمات والمطهرات وتعبئتها لتوزع على الفئات المختلفة للمواطنين تلبية ودعما للجهود المتصلة من كافة الشركاء للتصدي لجائحة كورونا. نحضر المعقمات ونسلمها للجان المقاومة أو الغرفة بتاعة الطوارئ بتاعة لجان المقاومة لكي يتم توزيعها للمواطنين على مستوى الولاية. حقيقة المبادرة كانت برعاية كريمة من ديوان الزكاة ولاية القضارف. الحمد لله يعني استشعار المسؤولية من لجان المقاومة المركزية ولاية القضارف حدبا لتكوين لجنة صحية، وده طبعا بيتم بالتعاون مع تقنية الصيدلة ولاية القضارف. عدد من التخصصات الطبية والصحية شاركت بفاعلية في مبادرة اللجنة الصحية وعملت على إضافة جانب الطب النفسي في التوعية بمخاطر فيروس كورونا وتعزيز جوانب الإرشاد والتوعية للوقاية منه وسط المواطنين. اقترحت أن يكون في أخصائي نفسي أو معالج نفسي مرافق للتيم بتاع التوعية، باعتبار أنه حقيقة فعلا التوعية مهمة والإرشاد مهم بالخطر، لكن كمان الخوف الزايد من هذا الموضوع هو يضعف المناعة ويكون سبب أساسي لبعض الشخصيات المعروفة لدينا في المجال النفسي. الهيئة السودانية القومية لدرء الوبائيات بالقضارف ما زالت تواصل جهودها عبر حملات التثقيف والتعقيم بعدد من المؤسسات والأحياء تنويرا بمخاطر جائحة كورونا. بمطهرات في سوق القضارف الحقيقة المبادرة ما بدأت بها الجامعة، الجامعة شاركت أخواننا في الهيئة القومية السودانية لدرء الوبائيات، وهم اللي هم القدح المعلى زي ما بقولوا يعني، وهم البدوا البداية دي ونحن كملنا والاثنين خاتين يدنا في يدين بعض علشان نمشي لقدام. التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أفضى إلى شراكة ذكية بها تتم مكافحة هذا الوباء كورونا. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف.
وقف والي الشمالية المكلف على آخر الترتيبات التي تمت في مركز العزل الرئيسي بدونغورا، ووقف لدى زيارتي على كافة الأقسام التي تم تجهيزها في المركز مشيدا بالكوادر الصحية بالولاية، والتزم السعوري بتكملة كافة النواقص التي يحتاجها المركز حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم. سيارة الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع لولاية البحر الأحمر في إطار مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها بولاية البلاد. القافلة الطبية لقوات الدعم السريع التي سيرتها الدائرة الطبية إدارة الطب الوقائي لولاية البحر الأحمر في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا والحد من انتشارها تحت شعار صحتك من أمن وطنك بمشاركة عدد من منسوبي الدعم السريع، حيث كان في وداع القافلة اللواء ركن عثمان محمد حامد مدير العمليات بقوات الدعم السريع. هذه القافلة ستعمل في إطار مكافحة جائحة كورونا، هذا الوباء الذي أصبح يؤرق مضاجع العالم أجمع. هذه الجائحة وحدت الجهود في كل مستوياتها، في المستوى الوطني وفي المستوى الإقليمي وفي المستوى العالمي. مساهمات قوات الدعم السريع المتواصلة في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم المواطنين في مختلف ولايات البلاد. تنطلق اليوم القافلة الطبية لقوات الدعم السريع المتجهة إلى ولاية البحر الأحمر لمكافحة جائحة كورونا. والقافلة دي بتكون من أطباء في الطب الوقائي بالإضافة لكل عمال الصحة فيما يخص الطب الوقائي. القافلة تكون من 92 فرد ضباط وضباط صف أطباء ومساعدين طبيين، وبإذن الله ننفذ توجيهات السيد نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع في تقديم العون لولايات البحر الأحمر، وتحتوي على أعمال إصحاح البيئة من أعمال رش ضبابي ورزازي وأعمال توعوية عبارة عن منشورات تسغيفية لأهلنا الطيبين في بورسودان. تكاتف الجهود بين كافة المؤسسات وفي مقدمتها القوات النظامية وقوات الدعم السريع لمكافحة جائحة كورونا من خلال تقوية الروابط المجتمعية نحو سودان ينعم بالصحة ويواجه هذا الفيروس الذي شكل مهددا لكافة شعوب العالم. تتسابق جهود قوات الدعم السريع إلى ولاية البحر الأحمر عبر القافلة الطبية اليوم. ارتفعت نسبة حصاد محصول القمح بالجزيرة إلى أكثر من 65%، وفي هذا الصدد قام وفد إعلامي بزيارة لمشروع الجزيرة برئاسة المستشار الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء فايز الشيخ السليك، الذي أكد إشادة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بالمزارعين والعاملين بمشروع الجزيرة. وأعلن تأجيل زيارة رئيس مجلس الوزراء لمشروع الجزيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا. موسم متميز لمحصول القمح بمشروع الجزيرة رغم العقبات التي صحبته، وجاءت الإنتاجية بخلاف التوقعات حيث فاقت 15 جوال للفدان، وفي بعض المساحات بلغت أكثر من 30 جوال للفدان، مما يؤكد أن مشروع الجزيرة يرفض هذا الموسم المخزون الاستراتيجي بأكثر من 50% من حوجة محصول القمح. من المفترض يصل الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء للجزيرة، لكن لظروف الوباء والكورونا مفترض أن يكون معنا في هذه الأيام. عموما هذه الزيارة جاءت لتأكيد بأن بالسودان موارد، وبأن بالسودان إنتاج، وبأن الزراعة هي أهم الموارد التي يجب أن تراهن عليها الدولة. المساحات التي تم حصادها بمشروع الجزيرة بلغت أكثر من 70% من جملة مساحة محصول القمح التي فاقت 420 ألف فدان. إنتاجية عالية، يمكن تراوح 16 جوال للفدان في هذه المساحة المحصودة لتاريخه 290 دي كانت أرقامنا يوم الاثنين المضى، أما الآن تجاوزنا 300 ألف فدان وبنفس المتوسط بتاع الإنتاجية بفضل الله سبحانه وتعالى. إدارة البنك الزراعي قطاع الجزيرة تلعب دورا مهما في إنجاح عمليات حصاد محصول القمح بتذليل معوقات استلام الإنتاج.
عندنا استلام بالوزن بالنسبه لشغلات البلاستيك، الناس كانوا معارضينها في الاول باعتبارنا بتشيل كميه اكثر، وفرنا الى حد ما اكثر من الاستلام بالوزن في اكثر من 70% مشروع الجزيره في المناقل وفي الغرشي وفي مدني وفي الحصحيصه وفي جياد، بنستلم القمح الخاص بفرع الكاملين. ويعتبر مزارع مشروع الجزيرة الركيزة الأساسية التي تعول عليها الدولة في رفع الإنتاجية الرأسية للقمح. أنا المزارع القدام كنت منتج، أنتجت الفدان 25 جوال. يمضي حصاد القمح بمشروع الجزيرة نحو نهايته، وما تحقق من إنتاجية عالية للقمح بمشروع الجزيرة هذا الموسم تؤكد أن المشروع قادر على توفير غذاء أهل السودان، وأن الاهتمام بالقطاع الزراعي هو دعم للاقتصاد الوطني. عبد الباقي هارون حسان، تلفزيون السودان، مشروع الجزيرة. وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور ومنظمة اليونيسيف على الخطة السنوية للمنظمة للعام 2020 التي جاءت بإجمالي مالي بلغ أكثر من 9 ملايين دولار. وتركز الخطة على توفير الخدمات الأساسية لشريحة الأطفال في مجالات التغذية، التعليم والمياه وإصحاح البيئة. وأكد والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود أن الخدمات التي تضمنتها الخطة ستوزع بعدالة وشفافية للمستهدفين بالتركيز على الأطفال بمعسكرات النزوح وقرى العودة الطوعية. وأضاف مدير منظمة اليونيسيف أنتوني سبالتون أن الخطة السنوية تضع مجابهة جائحة كورونا في مقدمة أولوياتها، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق مع حكومة الولاية. لم يتبقى سوى تذكير بالعناوين نازك. الصحة تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتنفيذ الفعلي لحظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم يبدأ يوم غد السبت. لجنة إزالة التمكين تعلن عن استرداد ما يفوق ال 450 مليون دولار من إعادة أصول وأسهم مؤسسة النقل النهري وإلغاء سجل عدد من منظمات النظام البائد. الموسم الشتوي لمحصول القمح يحقق إنتاجية عالية وغير مسبوقة هذا العام بولايات البلاد المختلفة. الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين بالجامعة العربية يطالب هيئة حقوق الإنسان الدولية بتدخلها الفوري لإلزام إسرائيل بعدم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين في ظل انتشار وباء كورونا. شكرا لطيب متابعتكم عرض احداث اليوم من تلفزيون السودان. خالص تحياتي وزميلي اسامه الجعفري، مقرونه بتحيه زملاء، دمتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.